مشاهدي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين لقوشه مراسله محافظه الغربيه. بنتابع مع حضراتكم وقعه ماساويه شهدتها قريه ابيار التابعه لمركز ومدينه كفر الزيات، الوقعه اللي هزت اركان وارجاء محافظه الغربيه لبشاعتها. الوقعه اللي حصلت في فجر اليوم، خليني احكي لحضراتكم واروي تفاصيل الوقعه على حسب ما ورد لينا وعلى حسب المعلومات الحاليه المتاحه، ولكن طبعا التحقيقات ما زالت شغاله لكشف ملابسات الوقعه ومعرفه الاسباب الحقيقيه عليها. خليني اقول المعلومات اللي وصلتنا حاليا، وهي قيام شخص او شاب بقتل والده وشقيقه الاكبر واصابه شقيقه الاخر باستخدام سلاح ابيض بعد نشوب مشادات كلاميه بينهما بسبب خلافات سابقه بقريه ابيار التابعه لمركز ومدينه كفر الزيات. الاجهزه الامنيه بمديريه امن الغربيه تلقت اخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ يفيد بقيام شخص بقتل والده وشقيقه الأكبر وإصابة الشقيق الآخر، وهو الآن يركض في المستشفى بين الحياة والموت وحالته صعبة جدا إثر إصابتهم بطعنات نافذة من سلاح أبيض. طبعا على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الوقعة تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات. تم فرض كردون أمني في مكان الوقعة وهو طبعا منزل الأسرة بقرية أبيار، وطبعا يعني بالتحقيقات الأولية وبالتحريات الأولانية تبين ان الشاب تعدى على 3 أشخاص من افراد اسرته، وهو الاب والاخ الاكبر وكمان اصاب الاخ الاخر. طبعا الاب والاخ الاكبر توفوا اثر اصابتهم بطعنات نافذة. الشقيق الاخر المصاب تم نقله للمستشفى العام طبعا بين الحياة والموت، وحاليا في العناية المركزة، يعني ما بين نقدر نقول وقت لآخر ممكن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لأن إصابته أيضا إصابة خطيرة. طبعا بعد سؤال احد افراد الاسره اللي لسه نقدر نقول على قيد الحياه بعد هذه الوقعه البشعه، اكدوا ان حصل مشادات كلاميه بين المتهم وهو يدعى محمود وعنده 40 سنه، ومع شقيقه الاكبر ويدعى مصطفى وهو 73 سنه، واثنين اخرين وهم اشقائه احمد ومحمد. طبعا الموضوع اتطور في المشادات الكلامية والأمر تطور لاستخدام سلاح أبيض وتعدى على المجني عليهم بالسلاح وهو سكين أخضر، سكين من المطبخ، وقام بطعنهم طعنات نافذة. طبعا الأب توفى في الحال، كمان الابن الأكبر توفى إثر إصابته، وزي ما قلت الأخ الآخر يركض في المستشفى في العناية المركزة بين الحياة والموت. طبعا تم نقل الجسامين إلى مشرحة المستشفى العام للكشف الطب الشرعي عليها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتحريز السلاح المستخدم في الحادث. النيابة العامة انتقلت لمكان الوقعة طبعا لمناظرة مكان الوقعة،
وكمان انتقلت لي المشرحة للكشف على الجسامين المجني عليهم وإعداد واستمرار التحريات ما زالت مستمرية لحد الآن. إدارة البحث الجنائي ما زالت لحد الآن بتتحرى عن أسباب الوقعة. عايز أقول لحضراتكم إن بعض الناس بتقول ولكن هذا ليس ما نقدرش نأكد إن الخبر ده حقيقة أو الكلام ده حقيقي. بيقول إن المتهم مختل نفسيا أو يعاني من مرض نفسي، ولكن ده كلام بيتداول ما نقدرش إن إحنا نأكده إلا بعد انتهاء التحقيقات اللي بتجريها المباحث والبحث الجنائي اللي بيقوم بعمل التحريات والتحقيق في الواقع. وطبعا سؤال كل أفراد والأسرة اللي كانوا حاضرين، وطبعا المصاب لو فاق وقدر يتكلم وحالته تحسنت أكيد النيابة كمان هتحقق معه. طبعا وقعة صعبة جدا، يعني ثلاثة من أسرة واحدة نقدر نقوله، ممكن اثنين منهم راحوا في وقتها وواحد ما بين الحياة والموت. وقعة صعبة وثلاثة من أسرة واحدة، الكلام ده حصل فجر اليوم النهاردة. اللي الحقيقة بعد ما حصل نقدر نقول المحافظة كلها انقلبت رأسا على عقب لبشاعة الوقعة. ثلاثة من أسرة واحدة يروحوا مرة واحدة، وده بسبب ان الابن قام بقتلهم. ايا كان الخلافات، ايا كان المشادات الكلامية اللي حصلت ما بينهم، ايا كان السبب، طبعا هذا لا يعفي ابدا من المساءلة القانونية، ولا يعفي ابدا ان هو ارتكب وقعة بشعة تلقى اهتمام كل اهالي محافظة الغربية وتحديدا في قرية أبيار، لأن الأهالي في قرية أبيار بيأكدوا إن الأب سمعته طيبة جدا، ملوش مشاكل. كمان الشقيق الأكبر المجني عليه أيضا يتمتع بسمعة طيبة وملوش أيضا في المشاكل، وعشان كده كل الحقيقة حزين جدا. طبعا تم نقل الجسامين لمشرحة المستشفى العام، و فور انتهاء التحقيقات النيابة العامة هتصدر قرارها بدفن الجسامين. وطبعا اكيد هنتابع مع حضراتكم كمان جنازة الاب وابنه اللي ماتوا وراحوا على ايد شقيق وابن المجني عليه. حقيقة إحنا في آخر الزمان لما ابن يقتل أبوه ويقتل أخوه الأكبر لأي سبب من الأسباب، هذا لا يستدعي أبداً أبداً إن إحنا نوصل للمرحلة دي. الشيطان لما بيدخل في قلب البني آدم فعلاً بيتملكه وبيعمل أفعال نقدر نقول المنطق لا يتخيلها، وده اللي حصل فعلا في الواقع. الواقع خارج نطاق وحدود المنطق، ولكن هي حصلت فعلا. اكيد هنرجع لحضراتكم مره ثانيه وبنأكد ان تم ضبط المتهم. ما زالت التحقيقات شغاله معاه لحد دلوقتي علشان نعرف اسباب الواقع اللي ادت لحدوثها ايه بالظبط. بشكركم جدا متابعي موقع تحيا مصر، والى اللقاء.